فلذلك يعني أنا مش مرتاح وأدين وبأقصى درجات الغيظ هذا انعقاد المؤتمر اللي هو مؤامرة وتصفية للقضية الفلسطينية واعتداء على حقوقنا. أما ما يقال اليوم اقتصاد ومال، كرامة المواطن الأردني وكرامة المواطن الفلسطيني أهم. أرواح الشهداء، في شهداء فلسطين وشهداء معركة كرامة وشهداء اللي ضحوا في سبيل الدفاع عن الأرض والعرض اليوم أنا بعقل. وبعدين للأسف بقول على مستوى يعني أمين عام وزارة، وبعدين مش معطينه يا أستاذ فارس، مش معطينه صلاح يحكي. اليوم لو سبوا على الأردن، سبوا على الأردن، مش مفوض الأمين العام يتحدث بأي أمر. من لم يعطيه الصلاحية بأن يتحدث؟ ما حدا معطيه صلاحية. بتعرف شو بقول اليوم التصريح الرسمي؟ بقول إحنا لا بدنا نترأس لجان ولا بدنا نحكي. ولا شو مروحك أنت إذا ما بدك تحكي؟ ما أنت قلت بدي أعلن لقاءاتي الثلاث، وبعدين أنا بفاوض بأخذ ملايين مشان كرامة وطني وبلدي. وأنا أنا أنا فلسطين لا تقبل قسمة على اثنين، كل فلسطين. وفلسطين لو طوبت جنان الدنيا للشعب الفلسطيني لن يقبلوا بديل عن فلسطين. أنا بخلي عصابة لوب الصهيوني يعقد مؤتمر خروج. أقول لك هل انعقاد المؤتمر يعتبر؟ وأنا بقولها عروس الأشهاد، يعتبر خلال بالسلم والأمن العالميين حسب ميثاق الأمم المتحدة يرتب المسائل الجنائية. ولا ولو فيه مجلس أمن وأمم المتحدة لا حار ترامب إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته، لأنه أخل بكل القرارات والشرعية الدولية من عام 1948 لغاية الآن. خرق كل القوانين، حق العودة مو حق مصير، بدك تلغي ليها. معناته هذا تعرف هذه أخطر من اتفاقة أوسلو وادي عربة وكام ديفيد. هذا اعتداء يعني ألمني يا أستاذ فارس، ألمني وأزعجني. شوف بده يهز كرامة المواطن. اليوم صهيوني إعلامي صحفي ماسك جواز سفره ويقف وين؟ أمام جمعية بحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني، وماسك جواز سفره، ماسك جواز سفره وبقول أنا هون أمام الجمعية. هل هذا؟ وبعدين احنا الشعب البحريني تعرف الشعب مناضل بطل مقاوم. انا ادعو الاحزاب والنقابات والبرلمان اليوم يعول على البرلمان الاردني. انا بطلب وطلبنا اليوم مذكره خطيه يا استاذ، اليوم مذكره خطيه من كتله الاصلاح تقدمنا بمذكره لنقول اننا لم نعد نثق في هذه الحكومه. كم وصل عدد النواب الموقعين؟ عدد النواب سيدي 25، يعني 14 من كتلة الإصلاح. واسمح لي أن أعلن أسماءهم لحد الآن اللي دخلت النواب السادة: طارق خوري، وإبراهيم بني هاني، وفاء بني مصطفى، محمد هديب، حازم المجالي ربنا يشفيه ومتعب الصحاب، عمر قرقيش، إبراهيم أبو العز، محمد العتايق الدكتور، محمد الرياطي، غازي الهواملة، صداح العباشنة، علي أبو هليل. 25. والآن يعني بجوز نطلع من السيد ونلاقي العدد بزيد ذلك.